اسمها على اسم ملك اسباني فيليب، وعندهم اسماء اسباني ولكنهم بيتكلموا انجليزي، وبيحتفلوا بالكريسماس 365 يوم في السنه ولكنهم بيطبخوا اكل صيني. اخطر مكان فيها اللي احنا فيه دلوقتي جنب أأمن مكان فيها اللي هو ورانا، 110 مليون نسمة ورقم 12 في العالم من حيث عدد السكان. 10 مليون نسمة فلبينيين عايشين برا الفلبين في 100 دولة حول العالم، وأمريكا لوحدها فيها 4 مليون. فيها عملات كتير ومطاعم كتير، حيث إن الأكل هو المتعة الوحيدة تقريبا في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين، رابع أكتر المدن في الكثافة السكانية في العالم، ولكن في آسيا هي أخطر مدينة آسيوية على الإطلاق، وهي أسوأ مدينة في الأحوال المعيشية في العالم على حسب عدة مواقع. وعدم وضوح التصنيف مش إنه بيتكلم عن مانيلا بشكل واضح، مفيش حاجة واضحة في البلد، مفيش معالم سياحية واضحة، مفيش أماكن تتزار واضحة، ولكن ناسها طيبين وسهل إنك تتوه. دخلت ودورت على أسوأ quality of life في آسيا، لقيتها مانيلا، وبعدين دخلت على جوجل ودورت أسوأ مدينة للمعيشة في العالم، لقيتها برضو موجودة على جوجل مانيلا، وأنا موجود في مانيلا. مش هتكلم تاني عن المدينة، أنا هحكي لكم قصتي، وهنبدأ الرحلة مع بعض من المطار لغاية لما وصلت للمكان دوت، ونمت تقريبا في الشارع في أول يوم وصول، وإزاي سافرت المدينة 3 ساعات وبعد كده اكتشفت إن أنا سافرت المدينة الغلط، عشان اكتشف إن أنا اتسوحت، تفاصيل تانية كتير غريبة جدا. فيلا بينا على مانيلا. Manila is the capital city that in when from the other country. أغمض مدن آسيا حيث أنها كلها أحياء فقيرة مجاورة لأحياء غنية. الدولة المنعزلة عن العالم، وبرغم وقوعها في آسيا إلا أنها تختلف عن أي دولة مجاورة أو حتى أي دولة في آسيا. معروف عنها تباين طبقات الشعب بشكل كبير، ولكن طيبة ناسها هو العنوان رغم التفاوت الطبقي. تقاطع شارع واحد يفصل ما بين أخطر حي في آسيا وأقدم حي صيني في العالم، وسادس أقدم حي في جنوب شرق آسيا. مغامرة السفر للفلبين هي أكبر تحدي، لأنها مدينة بلا عناوين واضحة ولا أماكن واضحة مثلها مثل المدن الكبيرة. فلا، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا في العالم ب 41,500 نسمة للكيلو متر المربع، كثافة سكانية لا تضاهيها أي مدينة، محبة وأجواء مثلها مثل مصر. رغم كل الظروف الصعبة فيها حاجة حلوة، ولكن انعزالها عن العالم جغرافيا ودخول الأمريكان واليابانيين كغزاء أثر فيها بشكل كبير، والأكثر دخول الأسبان أصحاب فكرة مصارعة الديوك، حيث أن مصارعة الديوك تقوم على الرهان، وصاحب الديك الفايز بياخد الديك اللي مات في الحلبة لسلخه وطهيه وأكله. الفلبين عبارة عن دولة جزر مكونة من 7000 جزيرة و2000 جزيرة غير مأهولة بالسكان، وهي أكبر دولة جزيرة بلا حدود مع دولة أخرى. ولوزون هي أكبر منطقة حيث فيها العاصمة مانيلا وتحتوي على نصف السكان. شوف مين الفرخة اللي هتكسب، طبعا بيديلهم مشروب ايه، بيحبلهم مشروب السحري، بيحطلهم بروتين. This is protein. الفلبين أخدوا ثقافة صراع الديوك من الأسبان والباسكت بول من الأمريكان. النهاردة يوم الوصول لأخطر مدينة في آسيا، مانيلا الفلبين. مشينا من المطار يا جماعة، رايحين على المدينة بالتاكسي بحوالي $5. طبعا في الأول حط سعر عالي، ظبطت معاه وعادي، يعني كله بيمشي بالنيجوشيشن. So many good in the Philippines, you know, that home that more fun in the Philippines. شايفين يا جماعة، مش عارفين نعدي عشان الناس بتنزل من الباص دم حرفيا، وفي 3 موتوسيكلات واقفة. يبقى يا جماعه انا دلوقتي منتظر في الفندق، ما لقيتش المفتاح في الجيريستيك، وبعدين قلت اجيب نت بقى اكلم صاحبي. والله العظيم يا جماعه شبه مستحيل، النت هنا صعب جدا. رحت مول مفيش نت، فرحت اشتري سيم كارد. قال لك عشان تاكتيفيت السيم كارد تجيب انترنت عشان تعمل ريجستر اونلاين ويبقى معاك داتا، فقعدت ادور في المحلات مفيش داتا. بعد ما نزلت الريزيدنس نمت في الريسبشن، طبعا ما كانش فيه مفتاح وقصه كده كبيره. قلت الناس مش شايفه تديني هوت سبوت، النت عندهم في الضياع، مش عارف احمل الصوره، مش عايز احط اصور صورتك وحاجات كده. النت يا جماعه في المطار انا لقيت عرض 21 جيجا 1100 بيسو، الحل بتاع الانترنت 125، بعدين في السوبر ماركت هي 40 بيسو. قلت اروح مكان اسمه ماركت، فانا ماشي في الطريق لقيت بقى اماكن شعبيه، فجاه دخلنا على اماكن شعبيه. اوكي يلا بينا هناخد الايه، توك توك. This is توك توك. اوكي This is how you say تروسك. تروسك ليتس جو، يلا بينا. اوكي ثانك يو. احسن اكله اوبو اللي هي قدامنا ديت،
عايز اقولها لكم كده، شكلها حاجة كده غريبة. مول عالي في الدور السابع، بصوا المنظر قدامنا عاملة ازاي. انا مش عارف هي ايه، والله انا عارف هي ايه، طعمها حلو. مدينة مانيلا في الفلبين ما عندهاش شخصية قوية، والسبب انها في اواخر الحرب العالمية الثانية اتدمرت بالكامل ما عدا مدينة او منطقة انترامورسو اللي احنا فيها النهاردة. ومدينة انترامورسو يعتبر واحدة من اقدم الاماكن في اسيا وفي العالم، منطقة كاثوليكية فيها كنيسة كاثوليكية، وكمان فيها اقدم مدرسة كاثوليكية اسيوية، اول جامعة اتعملت في اسيا، وواحدة من اكبر الجامعات الكاثوليكية في العالم. ويعتبر 10 دقايق سواقة لمنطقة توندو اللي هي اخطر منطقة في مانيلا. انا رجعت عشان اجي الشقه، والله العظيم اكتشفت حاجات غريبه، يعني عشان اخد الشقه والغرفه فاجي قاعد بالادمن يقول لي تحت في الدور الاول، اطلع الدور السابع، نزل تاني، اطلع فوق. فانا استغربت يعني، الناس طاقه سلبيه مش طبيعيه للاسف يعني. فقلت بقى اجي ابص على النت اسوا مدن في العالم للمعيشه، اكتشفت انها مش اسوا عاصمه في اسيا، هي اسوا مدينه للمعيشه في العالم. فلبين سيتيز ويز كواليتي اوف لايف. قررنا احنا نجيب واحد يطفش لنا الباب. قعدنا بقى يومين في الحوار ده، احنا الباب ومعايا صديق اللي هو صاحب الشقه. مفيش حاجه سالكه، تشيكو من مصر برضو. ايه رايك في مانيلا؟ جميله. انت اللي جميل. شو ان جو ماركت الفكره بتاعت الجبين، ان انت لما بتركب في الجبين بتقعد تتكلم مع الناس وتتفاعل معاهم وتتعرف عليهم وتكون اجتماعي، وهي ديت الفكره نفسها، ان انت تكون ضد مبدا اللي حصل ليه جبين ساعه الحرب. الحرب كانت يعني بتحاول تقوض منها، هم استخدموا الشيء العكس، وهي دي الفكره الاساسيه للجبيني، عشان كده هو رمز من رموز الدين. هتفعله دلوقتي، هي الاجره ب 15. نفس عندنا برضو. والسيشن اكسبيرينس اتحركنا على ماركت، وهو بقى قابل صحابه اللي كان متعرف عليهم قبل كده في الجبين، فكله عارف بعض من الجبين. هلو وير جوينج تو ماركت. هاو جوينج تو باي سم فودز فروم ذا بيس. يا اي مين ا لوت اوف فود اوبشنز ذير رايت. افواه وارانا بالناس بتاكل في كل حته، الناس مليانه، عمال بتاكل صبح وليل، تحس ما وراهمش حاجه ولا متعه في الحياه غير الاكل. قدامنا المحطة بتاعت الاتوبيس اللي هتودينا لغاية باتانجاز. بعد ما وصلت مدينة باتانجاز اكتشفت انها ما فيهاش حاجة تتعمل، وان انا وصلت المدينة غلط. عشان اوصل للمدينة الصح لازم اخد بص تاني بساعتين عشان نروح عند تاول فيلكان، اللي هي دي متعة السفر، ان انت تتوه فبتشوف اماكن ما كنتش هتشوفها الا لو كنت تهت. ستتفق معايا او تختلف معايا، انا بشوف ان هي دي متعة السفر، وهي دي طريقة الاستكشاف، ان انت you go as you go، من غير ان انت تسافر مكان غلط ما كنتش هتشوف الناس ديت عايشة ازاي. يا جماعة الناس بتقعد تتوهك، كل واحد يقول لك حاجه، روح يمين روح شمال جاي تاي، وبعد كده تاخد باص تاني، بعد كده تطلع ان هو عايز يبيع لي تريسيكل تاكسي، هروح بتاكسي. فليه يا جدعان يعني انا والناس بتقول لك ايه؟ ما حدش بيقدر يقول لك انا مش عارف، كل بيقول لك مثلا لا يفتي لك. مش عارف، انا شفت الحوار ده سمعته قبل كده في حته. يا جماعه طبعا حاجه كوميديه جدا، بيقول لك شورت تايم ب 300 بيسو. شورت تايم دي يعني واحد بيدخل مع واحده، فكاتبين لك في الفالنتاين داي كل شهر فبراير ب 300 بيسو الفالنتاين داي، واحد بيقعد مع واحده بياخد الغرفه بيقعدوا ساعه، ده الشورت تايم. هو منتشر في تايلاند، ما كنتش عارف انه منتشر كمان في الفلبين. اكتر حاجه بقى نلاقيها موجوده هنا هي الاكل، اللي هو بيكون موجود بشراهه، الناس بتقعد بتاكل اكل يا جماعه بجد، حاجات كتير. فروم باتاجانس. اوه نايس. باتي اسبانيول ده كيمشي. Yes. اتكلموا يا جماعه اسباني. My friends. What is the name of this? Tahul. Tahul. It's good, huh? Balut. You know balut? Yes, sir. Where I can find balut? المهم دار على البلوت، الناس قالوا لنا
ادور قدام كده ما اعرفش بقى هلاقي ولا لا. انا مصدوم ان انا بمشي في الحته ديت مش حاسس حتى باي حاجه. طبعا يعني الواحد بيحاول يخلي باله على قد ما يقدر، ولكن يعني اخطر مدينه في اخطر بلد في اسيا، فدي طبعا غريبه. الناس لسه بياكلوا القطط بتاعتهم. هو انا كان فاين بلوت يس هير نو هاف اوكي بلوت يس No? At the night only? Okay. البلوط هو أكلة الشارع الأولى في الفلبين، وهو جنين بط مخصب لمدة أسبوع، ومش هتلاقيه في المطاعم، فقط أكلة الشارع، يعني زيه زي التين الشوكي بالظبط. تاني دولة في العالم تلعب الباسكت بول بعد أمريكا، بعد الولايات المتحدة، وعشان كده هم بالنسبة لهم الباسكت بول حاجة مهمة جدا، وبيلعبوها في وسط العاصمة في أخطر مدينة اللي هي توندو. بيلعبوا تنس طبعا، شافوني بتصور وشافوا الكاميرا مش عارف ايه، قالوا لي صورنا وبتاع، وكلهم كانوا فريندلي وبيحاولوا. شادي نور كلهم بيسالوا على فيسبوك بتاع، فيا جماعه الناس الغريبه بتعمل لنا فولو على الفيسبوك، فانتوا برضه كمان لازم تعملوا فولو على الفيسبوك واليوتيوب. الناس دمها خفيف وحاسس بالامان، والناس ورم جدا. هاو ار يو؟ Yes. Who's the best player? Who's the best player here? This one? Him? Yeah. This the boss. How about the boss, crazy? يا جماعة أغرب لعبة بيلعبوها هنا في الشارع في توندو، في أول ما تخش توندو على طول هتلاقيهم قاعدين. اسمه توندو وده اسمه كاسبر. توندو مانيلا. هابل إسبانيول. سبيلينج. شادي نور. S H A D Y. شادي نور. Yes. تحت المدينة الحديثة في مدينة قديمة مدفونة في مانيلا بعد الضربات الأمريكية، وبسبب غموض طويل من تاريخ الفلبين، الدليل الوحيد للمدينة القديمة هو الناس اللي عايشة في العالم الآخر من المدينة. آيس كريم في الغيط يا جماعة، حتى الفلبين ممكن أي حاجة ممكن. دولة الأكثر من 100 لغة، والدولة اللي لبس العلم في الشارع بيدل إنك سايح، لأن إشارة العلم في غير محله يعني إن الفلبين في حالة حرب. منطقة إنترامورس الوحيدة اللي نجت من الحروب، من الضربات أثناء الحرب العالمية الثانية. الفلبين بتحتضن نسبة كبيرة من الكاثوليك، وهي أصلاً خامس أكبر دولة مسيحية في العالم، وثالث أكبر دولة كاثوليكية في العالم من حيث عدد السكان. وعندنا المنطقة ديت منطقة تاريخية جميلة جدا. عاصمة الشيء وعكسه، بسبب صعوبة الحياة فيها، بس لها مثل عواصم كتير عندنا في أفريقيا. أصبح الأكل هو المتعة الوحيدة، والفلبين هي خامس أعلى دولة فيها نسبة صرف المرتب على الأكل بنسبة 41.9% من الراتب بيروح للأكل. وسبب فقر الفلبين هي الكوارث الطبيعية في دولة كل يوم فيها فوق 20 زلزال. انصحك بان انت تجرب التروسيك، لان التروسيك عباره عن حاجه كده بتضرب في النافوخ، يعني تحس ان هي المطب جه طلع في نافوخك على طول من كتر ما هو قريب. بس يعني الخلاصه ان مدينه مانيلا اللي موجوده في محافظه مترو مانيلا صاحبه ال 11 مليون نسمه، فيها جميع الطبقات، فيها الغني وفيها الفقير وفيها الحياه، ولان فيها تنوع ثقافي كبير جدا، وهي المدينه الاخطر كل آسيا، ولكنها مليئة بالحياة صبح وليل، وهي واحدة من أكتر المدن كثافة سكانها في العالم، وتلاقي الناس أغلب الوقت موجودين بالملات. يعني إحنا حرفياً دلوقتي جوه مول في منطقة غنية، ولكن ورانا في منطقة فقيرة، وهي دي خلاصة الفلبين، التنوع اللي فيها وطيبة ناسها. بلد جميل فعلا، ولكنها مش افضل للمعيشه بسبب مساوئ الحياه وصعوبه الحياه فيها، بسبب التفاصيل الصغيره اللي فيها ومش لحاجه تانية. عموما شكرا للمتابعه، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعمل لايك وتشترك في القناه، واشوفكم قريبا. سلام.